الله. السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، يا سيد الوسيم، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين، السلام عليك يا أم المؤمنين شهزاد جناب خديجة الكبرى، السلام عليك يا حضرة أبو طالب عليه السلام، السلام عليكم جميع أئمة البقيع، جميع أنبياء وجميع ملائكة المقربين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، وأنا قد برحلك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام جميعا على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، بالأخص سيدي مولاي أبو الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا أم المصائب شهزاد زينب سلام الله عليها، شهزاد أم كلثوم بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا شهزاد جناب سكينة سلام الله عليها، السلام عليك يا جناب أم البنين سلام الله عليها، السلام عليك يا شهزاد جناب قاسم عليه السلام، ومسلم ابن عقيل وهاني ابن عروة وخبيب ابن مظاهر والحر شهيد الرعاعي، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا أيها الشمس الشموس يا أنيس النفوس، أيها المدفون بأرض طوس، الرضا المرتضى الرازي بالقدر والقضاء، السلام عليك وعلى أختك شهزادي معصومة قم سلام الله عليها، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أكا يا مولا يا صاحب العصر والزمان سيدي الأمان الأمان الأمان، من فتنة الزمان من زوال الإيمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا مظهر الإيمان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، وجعلنا من أعوانك وأنصارك وشيتك ومحبيك، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم. جميعا اللهم صل على محمد.